السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. اهتزت مدينة القليعة بولاية باز على وقع خبر الإعلان عن وفاة امرأة على يد زوجها. وقال شهود عيان أن الزوج كان في حالة متقدمة من السكر، وكانت هناك مناوشات بينه وبين زوجته، وسمع صراخهم في كل العمارة. وفي لحظة من اللحظات سقطت الزوجة من الشرفة من الطابق الرابع وارتطمت بقوة على الأرض وتوفيت على الفور. وقام أحد الجيران والذي كان حاضرا هناك بغلق باب العمارة حتى يمنع الزوج من الفرار. وبعدها تدخلت المصالح الأمنية والشرطة العلمية مرفوقين بالحماية المدنية ونقلوا الضحية لمصلحة حفظ الجثث، وألقي القبض على الزوج المتورط.